السلام عليكم، كدير لاباس؟ ان شاء الله الفيديو يلقاكم بصحه جيده. اليوم ان شاء الله نحضر مع بعض شنيك، مقادير بسيطه موجوده في كل بيت كيجي رطب وهش. وبسم الله على بركه الله ندوز لطريقه التحضير واعطيكم مقادير. هنايا غنحتاج معلقه ديال الخميره الفوريه ديال الخبز، عندي هنا معلقة ديال الملح، غنحتاج 5 معالق ديال السكر سنيدة، كأس معمش ديال الزيت مائدة، نحتاج هنا كأس ديال دانون بنكهة فانيلا، عندي خمارة واحدة من 8 غرام، كأس ديال الطحين مغربل من قبل في بداية الخليط، عندي هنايا باقي الطحين يعني يحتاج 5 كيسان ديال العنبة اللي هنخلط بها الخليط كامل. نبداو على بركة الله في طريقة التحضير. غنحط هنايا الملحة، غنزيد عليها السكر سنيدة، كأس ديال الزيت معمر، هنا نزيد دانون ديالي، هنخلطوا المقادير مع بعض. نزيد كأس ديال الطحين بداية الخليط، غنخلط جيدا، وعندي هنا 2 كيسان ديال الماء دافي للعجن. نخلط الخليط مزيان، وغادي نترك الخليط يرتاح 10 دقائق، وغادي نرجع نكمل نزيد الطحين عندي بالتدريج باش نحصل على عجينة متماسكة كتبقى لاصقة في اليد، ونتركها ترتاح مدة 15 دقيقة تتضاعف الحجم ديالها، وغادي نرجع باش نكور العجين ديالنا ونبدا نشكلها. شايفين هنايا انا نغطي الخليط ديالنا بكيس بلاستيكي، ارتاحت العجين ديالنا في الاول، نزيد عليها الخمارة من 8 غرام، ونزيد الطحين ديالي بالتدريج تنحصل على العجينة المطلوبة. كيف ما كتشوفوا انا كنزيد انا الطحين عندي، نبدا نخلط، هنايا نستعمل اليد باش نكمل العجينه ديالنا باش نحصل على العجين المطلوب. نستمر في العجين
حتى نحصلوا على العجينة المطلوبة، وغنخليها ترتاح 10 دقائق ونرجع معكم. جمعنا العجين ديالنا كيف ما كتشوفوا، كيكون العجين كيبقى يتلاصق في اليد. غنزيد هنايا معلقه ديال الزبده، غادي ندلك العجينه مزيان، غنتركها 10 دقائق ترتاح باش ندوز نشكلوا الكويرات ديالنا. هنا ضروري نخدموا الزبده مزيان باش تدخل في العجين، باش كيجي مورق وهش وفي نفس الوقت كيجي رطب. انا دلكنا العجينه مزيان كيف ما كتشوفوا في الفيديو، حنا غنغطيوها باش ترتاح 10 دقائق ونرجع معكم ان شاء الله. هنايا غنقطعوا العجين ديالنا كيف ما شايفين، ما شاء الله خمرات العجينه ديالنا وضعف الحجم ديالها. هنايا غادي نكورها كويرات، كيف ما شايفين هنا العجينه ما شاء الله خمرات معنا وضعف الحجم ديالها. هنايا غادي نقطعها يعطيني 10 الكويرات ديال العجين كيف ما شايفين. غنستمر في قطع العجينة تنكملها، وغادي ندوز ناخد المدلك ديالنا وغادي نغرق العجينة وغنبدا نشكلها. هنايا عندي المربى المشمش، عندي هنا العنب المجفف، وعندي حبيبات الشوكولاتة. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوه وتبارطاجيوه مع الأهل والأصدقاء باش يوصلكم كل جديد. هنا كيف ما شايفين غادي نخدموا الكويرات ديالنا في هذا الشكل. هنايا غندير المربى ديالنا، معلقه ديال المربى، غنسرحها على العجين كيف ما واضح عندكم في الفيديو. غنزيد عليها شويه ديال حبيبات الشوكولاته، وغنزيد عليها شويه ديال العنب المجفف. غادي نلف العجين ديالنا بالعكس من الجناب ديالها، نحصل على رول ونقطعه بالقطعه ديال البيتزا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. غنلفو العجين ديالنا باش نحصلو على شكل حلزوني.
كيف ما كتشوفوا الاخوات حصلنا على الشكل ديال الشنيك ديالنا، كيجي رائع في المذاق وفي الشكل. كنستمر في التشكيل للكويرات ديالنا بنفس الطريقة، تنكمل العدد اللي عندي وندوز معكم الشكل النهائي ان شاء الله. بالنسبة للفرن مسبق شعلته من تحت تحمر عندنا الشنيكات ونشعل عليه من فوق مدة 15 دقيقة. نستمر يا بنات معكم، تنكملوا الكويرات ديالنا كيف ما شايفين. نكمل اللفائف ديال الشنيك ديالنا، غندهنهم بالصفار ديال البيض، زدت عليه معلقه ديال الحليب وشويه ديال الفانيلا، غندهنهم مزيان، ندخلهم في الفران مسبق شعلناه، يتحمروا من تحت ونعاود نشعل عليهم من فوق كيف ما كتشوفوا. نستمر بنفس الطريقة في الدهن الشنيكات تاعنا، تنكملوهم وندخلهم في الفرن. هنايا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الشنيكات. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. كيف ما كتشوفوا كيجي رطب وفي الشكل والمذاق رائع. دمتم في رعاية الله، والى فيديو قادم، مع السلامة.